استاذ محمود كمال، شرفتنا النهارده، واحنا حبينا نتعرف من حضرتك على انتخابات الدائره في المحكمه الفرعيه بالولايه. والله يا باشا، انا عضو الشباب من اربع اعضاء على مقعد الشباب في مقاطعه محليه الوادي الجديد. احنا لحد دلوقتي لسه ما خلصناش الانتخابات، بس يعني انا اتمنى جدا التوفيق للجميع. اكيد الاستاذ هناك قدونا احسن استقبال في الخارج، وكلهم على راسهم بفرصه واستحمل الفريق ومحمد نور المرشحين هناك، اخواتي واصدقائي يعني قبل ما يكونوا منافسين ليا في الانتخابات، اتمنى لهم التوفيق قبل مني.